إلى ذلك دعا ولي العهد الكويتي صاحب السمو الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته بإيقاف الحرب وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي قطاع غزة. وقال ولي العهد الكويتي إن الحرب الدائرة في غزة كشفت ازدواجية المعايير التي تمارسها قوى المجتمع الدولي. ينعقد اجتماعنا هذا في الوقت الذي ما زال الأشقاء الفلسطينيون في قطاع غزة يتعرضون لجرائم تفوق الوصف على أيادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من قتل وتدمير وفي صورة تؤكد ممارستها لعقاب جماعي لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، في مشهد يكشف لنا ازدواجية المعايير ومخالفة القيم والأعراف والمواثيق ويتعارض مع القانون الإنساني الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة. ولقد أكدت دولة الكويت مراراً وتكراراً على أن هذه المأساة نتيجة لعدم سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل عادل شامل نهائي لهذه القضية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ندعو المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن لممارسة دوره في الإيقاف الفوري للعمليات العسكرية ونزيف الدم المستمر وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق.